كيف فضلتك دائما عودنا الإسلام سبحانه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة عودونا على أن الإنسان دائما يبدأ بنفسه، ينظر إلى نفسه ويبدأ بنفسه، وحينما يحسن ما بداخله يتحسن من حوله، مع من حوله. كيف المسلم يبدأ بنفسه من داخله حينما يستقبل عام قادم بإذن الله تعالى مغفور له في الذنوب إلا ما يعلم الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تعالى غفر له ما تقدم أو سبق من ذنوب لسنة ماضية. المسلم الفقير الضعيف لا يملك مالا للذهاب إلى العرفات أو أداء مناسك الحج، ولكنه يملك الدعوة والسؤال والصوم والعمل الصالح، حتى ولو بحسنة أو ببسمة. عايزين نقول كما قال الحسن البصري: ليست فريضة الحج فريضة تؤدى شعائر وفقط، ليست تمتمة وفقط، ولكن إذا خلص الإيمان إلى القلب واقشعرت الأبدان لهذا الأمر كان من جليل صنع الإنسان. إذا كان الإنسان في هذه الفريضة أجوفا، أي أنه ذهب ليؤدي فريضة الحج ليست بمعانيها السامية، مش لقب بس، يعني مش ياخد لقب وبس، فهنا مثله كمثل من صام ولم ينل من صومه إلا الجوع والعطش، ومثله كمثل من صلى ولم يكن له من صلاته إلا القيام والركوع. ولكن تتجلى فريضة الحج في أن يتغلغل الإيمان إلى القلب، وإذا كان هذا الحاج يتغلغل الإيمان إلى قلبه وخلص إلى قلبه وأخلص النية لربه سبحانه وتعالى، فحجه مقبول وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وهذه تجارة لن تبر إن شاء الله. أما من لم يستطع أن يؤدي هذه الفريضة فهو في أحوج ما يكون إلى الدعاء إلى ربه، وللصائم عند الله عز وجل دعوة ما ترد. فإذا كان الإنسان غير المستطيع يدعو الله سبحانه وتعالى كما دعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، سأل من الله عز وجل الشهادة بصدق وأن يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا خلصت النوايا للعبد كان له مع الله شأن آخر. إذا كان الله قد قال في كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فقال سيدنا الخليل إبراهيم: يا رب وما يبلغ مد صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا الإجابة. فسمع النداء كل من كان حتى في أصلاب الرجال إلى أن تقوم الساعة. لذلك إذا كنا لا نستطيع أن نذهب لأداء هذه الفريضة فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى. وهذه يعلم الله ما أقوله ليس فيه رياء ولا نفاق، ولكن هو من خالص ما تقدمنا به إلى ربنا سبحانه وتعالى. والله لقد سألنا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، فرزقنا الحق سبحانه وتعالى حج بيته الحرام، ولله الفضل والمنة. فكل ذلك إذا أخلص الإنسان مع ربه، وإذا كان الإنسان مخلصا في دعائه هيأ الله سبحانه وتعالى له السبل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في موضع آخر وفي آية أخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تمام.